السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم لكم على لو ديبوز دي موتور، يعني كيفاش غادي نهبطوا شي موتور. غادي نشوفوا كاع لي زيتاب اللي خصنا نديرو باش نهبطوا هذا الموتور هذا، وغادي نشوفوا لي لوتياج غادي نستعملوا. واخا هكذا غيبان لكم على شكل شيما، ولكن في الاخر غادي نلوح لكم واحد الفيديو كيبين كومون واحد الميكانيسيان كيفاش كيهبط هذا الموتور ايطاب بار ايطاب. هنا غادي نتكلموا على كما قلنا على لو ديبوز ديال دي موتور، يعني كيفاش نهبطوا ان موتور من طبيعه الحال من الطوموبيل. دونك لا فاز الاولى، لا فاز 1، غادي نبريباريو بعدا الفيوكيل. دونك افون توت انترفونسيون سور لو فيوكيل اي الفون، يعني قبل ما نديرو اي انترفونسيون في الفيوكيل، اول حاجه خصنا الفو بروتيجي لي زيل اي لا غري دو فيوكيل افيك دي كوفركل ديل مانيتيك. هادو هما لي كوفركل بحال كيكونوا على شكل بحال خاميات ولا بحال كوفيرا كتشدوها، كيكون فيها هنا واحد العيار، نتا اين فوا كتحطها كتشد مع الطاولة ديال الطوموبيل، كديرها في هاد اللي هنايا كتبروتيجي هنايا هاديك الكري اللي تيكون لقدام، وهاداك البارشوك، وهنايا في الجهة الأخرى طبيعي الحال قلنا كيكون فيها واحد دي ال مانيتيك، يعني كيكون فيها واحد العيار هنايا في الجناب باش كيشدو مع الطولة. دونك هادو كيتسماو كوفركل ديال مانيتيك. ليل هو الجناح، ليل هو ديال الطوموبيل هنايا، تيكون ليل قدام هنايا اليسر، وعلى اليمين تيكون حتى في اللور ديال الطوموبيل تيكون ليل اريير، وتيكون ليل اريير غوش ولا اريير ضو، هذا كيتسمى ليل او الجناح ديال افون غوش وافون ضربة. دونك اول حاجه خصنا نبروتيجيو لي زيكستريميتي ديال الفيوكيل، الجناب ديال الفيوكيل. من بعد غادي كما كيبان لكم هنا في الصوره كنحيدو الكابو. هنا الكابو باش علاش نحيدو؟ حيت ما غاديش يكون عندنا لي سباس فين نقدروا نجيبو مثلا هذيك لا باليت باش نهزو الموتور باش نحيدو. دونك ضروري خصنا نحيدو هذا باش يعطينا اتساع ديال الخدمه. دونك بوغ ديبوزي هاد لو موتور يعني خصنا 3 بيرسون، يعني ثلاثة الناس باش يحيدو لينا هاد الكابو. هذا الكابو هو الكوفر اللي كيسد لينا على الكومبارتيمون موتور هنايا. دونك الاولاني ها هو هذا السوتيان الكابو، يعني كيكالي الكابو هنايا، هو اللي غيشدو باش ما يطيحش، حيت ديك الكاله ديالو كتحيدو باش كيردو كيدفعو للقدام الماكسيموم ديالو حتى كيتبلوكا باش يجيو هاد الجوج هادو اللي من هنا باش يحل البورونات ديالو. هنايا ها هما كيبانو هنايا، واحد غيحل هاد الجهه وواحد غيحل هاد الجهه. قبل ما يحل خصو يدير واحد الشيفونات هنايا في هذوك الجناب، هذوك القنات اللي رقاق هنا ديال الكاب، وخصو يدير فيهم الشيفون باش الى طاح ولا الى 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 تململ ما يتوشيش لينا الباربريز. دونك راه هاد حتى الكاروسري باش مي اوغتي، يعني هي مي يعوجهاش، غي هي مي باش مي كرطهاش، باش ما يوقعش فيها داك بحال جي شي واحد كرط شي حاجه كيبان لك هذاك لاطراس. دونك حتى الباربريز تا هو الكاروسري تيتحمى، حيت شحال من اغلبيه الناس الا ما ردوش البال كيتهرس لهم باربريز هنايا. دونك نحيدو الكابو، كتحل البولونات ديالو، كيكونوا جوج البولونات اللي شادين في هاد الشاريير هادو، جوج هنا وجوج هنا، كتحيدو صافي باش كتبقى خدام اليس وعندك اتساع. من بعد لي طاب الثالثه هنايا لو ديبوز ديالاش ديال لاباتري، نحيدو لاباتري، ديبوزي لابريد دو لاباتري اي ديبوزي لاباتري. هادي هي لابريد، هاي راه فيها البولونات ديالها، حيت هاد لابريد هادي اللي كتفيكسينا الباتري باش ميبقاش يتململ ميبقاش يتحل. كنحيدو هاد لابريد، كنحلو لي كوس اغلبيه راه كيكونوا بالزيرو و10، تنحلوهم هنايا كنحيدوهم. ومن بعد نحيدو
نهبطو ديال لاباتري ديالنا نحيدوها من الطوموبيل. دايرين هنا واحد الملاحظه، اش يقول لك؟ تيقول لك لو بواتي دو لاباتري كونتيان دو ليكتروليت ليكيد، يعني اسيد سلفيريك ديولي. دونك هاد البواتي في الداخل ديال الباتري كيكون عامر بواحد الماء. هذيك كلمه الباتري، هذيك كلمه الباتري راه بحال لاسيد، يعني الا توشالك يدك او لحوايجك راه يقدر سيرتو ليدك او لعينيك او لشي حاجه، يعني راه تيحرق راه حيت لاسيد. دونك هاد الباتري هذا الا هزيناه ما نهزوش متكيه ولا نعوجو، خصو يتهز منقاد. حيت علاش؟ حيت غيقدر يتكبلك هذاك الليكيد ديال لاسيد اللي كيكون او الماء الباتري اللي تيكون في الباتري الداخل. دونك منين غادي نحيدو لاباتري، دونك لا فاز الرابعه نديرو الفيدونج، فيدونجي لو ليكيد دو غوفخواديسمون. خصنا نحيدو الماء اللي كيبرد لينا الموتور، حيت عارفين ان الموتور تيرميك خصو يبرد. شكون اللي تيبردو؟ هذاك الماء. دونك حنا قبل ما نهبطو الموتور خصنا اولا نحلو لي ديوريت، خصنا ضروري نهبطو هذاك الماء ديال لو غوفخواديسمون اولا ماء التبريد ديال الموتور، موتور تيرميك. Pour déposer le moteur, il faut, il est nécessaire de déconnecter les deux rites contenant le liquide de refroidissement. يعني باش نهبطو حنا الموتور ضروري خصنا نفكو هذوك لي دو ريت لي بيهم علاقة ما بين الموتور و الرادياتور، حيت هذه هي الرادياتور، هذه هي اللي كتكون القدام كيدخل فيها الماء باش كيبرد لينا الماء، هي هادي. وكيكون ما بين الموتور والرادياتور كيكونوا دي ديوريت، حيت ديوريت خصها ديوريتها باش كتخرج الماء من الموتور وديوريتها باش كتدخل، يعني هذوك لي ديوريت خصنا ضروري نحلوهم باش الا بغينا نحيدو الموتور كومبلي. دونك هذاك فيهم ديوريت ديال الرادياتور، ديوريت اللي عندهم علاقه مع الشوفاج، الشوفاج حتى الشوفاج عنده الرادياتور الداخل ديالو كي حتى هي تيدوز ليها الماء ديال لوفواديسمون تيكون سخون، باش نتا هي مات البرد ملي كتخدم السخونيه كيخرج لك البرد سخون، حيت كيدوز على داك الرادياتور اللي داير فيها الماء سخون. دونك هذاك الماء غادي نديرو ليه الفيدونج. كيفاش غادي نحلو البوشون ديال الرادياتور؟ ها هو هذا، يقدر يكون في الرادياتور يقدر يكون في الفاز ديكسبونسيون. غادي نحلو هاد البوشون، هذا هو اللي هو اللي ديال الفيدونج هذا، اولا كنحيدو شي وحده من هذوك لي رادياتو. دونك كنجيبو الباكا ديال الماء ولا شي سطل ديال الماء ولا شي بانيو، ولكن كتكون باكا كتسمى باك ديستيك اولا باك كتكون على شكل الجفنه ديال الحديد، كتجيبها تحت الموتور وباش كملي اون فوا كتحل ديريت ولا كتحل هذا الروبيني هاد البوشون هذا التحتاني باش كيهبط هذاك الماء، يعني خصو يتكب كامل. هو هذاك الباك دو ريسيبسيون كديرو لتحت ديال الموتور باش كتخوي هذاك الماء ديال الرادياتور. الفاز الخامسه دي برونشي لي كونيكتور اي لي فيسو دو كابل. من بعد فاش كتعري نتايا هذاك كتحيد الفيدون هذاك كتخوي الماء الفيدون ديال الرادياتور، كتحيد كاع الفيشات او الخيوط اللي شادين في الموتور اللي عندهم علاقه بالموتور، يعني ما نقدروش نهبطوا بالموتور بيهم هما، يعني خصنا ضروري نحلوا هاد الفيشات هادو. بحال مثلا السونطرا ديال الموتور خصنا نحيدو لها الفيش، البواط فيزيبل تاع هي خصنا باش كاع الفيشات اللي غاديين هذا ديال الديمارور ديال لي كابتور كاملين ديال لي زانجيكتور، يعني داكشي كامل خص هذوك الفيشات كاملين خصنا نحلوهم. يعني اي حاجه شاده في الموتور وما نقدروش نهبطو، حيت الا ما حيدتيهمش فاش غادي تهبطهم غادي تقطعو. دونك ضروري خصك تحلهم وتحيدهم عاد تقدر تهبط الموتور. دونك الفاز الرابعة سيباري لابر دو ديريكسيون. هنا دايرين ان حيت كيكون بعض الخطرات الا الموتور ما تقدرش تهزو من الفوق وتحيدو، لا خصو يهبط من التحت. دونك باش يهبط من التحت خصك تحيد ليسيو افون،
ليسيو. هاد ليسيو هذا هو اللي تيكونوا شادين، كتكون شاده فيه الكريمايير وشادين فيه شاده فيه السيبوره ديال البواط وشحال من حاجه شاده فيها. دونك انت الا بغيتي تهبط الموتور من تحت خصك ضروري تحيد الكريمايير. باش تحيد الكريمايير خصك ضروري تسورت الفولون. المره دايرين هناك بالطريقه هذه، بالطريقه ديال الصمطه، كتخشي الصمطه في الفولون كتفيكسيها باش ما الا دارت هكا راه باينه، راه يعني راه باينه فين فين، باش ما تدورش لك لهوك لهوك. من بعد انت كتحل هذاك البولون ديال الكروازيه اللي شاد ما بين الفولون والكريمايير، كتحل هاد الاربر هادي، كتحلها هي بالبولونات باش كتقاد الرويد. بعدا قبل كتقاد الفولون عاد كتسورتها. كاين بعض الخطرات اللي كتلقى الطوموبيل كتين فوق كتحيد الكونتاك، غير كتبغي تدور كتسورت الراس، دونك ما تحتاج دير هاد السميطه هادي، ولكن تقدر ديرها باش باش تشد الاحتياط ديالك. من بعد انت ملي قديتي هاد الرويد كيكونوا ضروات يعني مقادين، ما دايرين لا هوك لا هوك، يعني ما دايرين لا على اليمين لا على اليسار، كتحيد الكروازيه. هذا من بعد كتهبط الكريميه ديالك مع 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 الليسيو. هنا ديبوزي لوفي ديال شونجمون دو فيتيس. هذه في حالة الا كان عندنا الموتور يعني لونجيتيدينال، يعني طولي، يعني البواطة كتكون الموتور تيكون كيشوف ملي كتحل الكابو الموتور جي ديستريبيسيون كتولي كتشوفك، يعني كيبان لك الموتور محطوط على طول ديالو، يعني لونجيتيدينال. والبواطة فيتاس جاية تحت رجليك اولا في الجنب ديالك، يعني اللوفي يعني لاصقه في البواطه، ماشي بحال الموتور الا كان جنب ترانسفيرسال، يعني يعني كاين لوفي تقدر تحل هذاك الكابليات غير من الموتور. دونك داكشي علاش هنا خصك ضروري تحيد اللوفي دو فيتاس الا كانت الموتور راكب على الطول ديالو. هنا دايرين ديكونيكسيون ديالاش ديال لالين ديال الكاربين، وهذوك التيوات اللي جايين من الريزرفوار دايزين على اللي دايزين على الفترة المازوط عاد غادي لي زانجيكتور، هذوك تا هما خصهم يتحلوا يعني بواحد الطريقه اللي تكون ترد فيها البال، حيت كيكونوا اون بلاستيك يقدروا يتهرسوا لكم اولا يعواجوا. دونك ضروري خصهم تا هما يتحلوا. هنا كما قلنا الا كانت لونطريمون ديال البواطه فيتاس الا كانت طوليه، يعني طوليه يعني خارجه، يعني الموتور الا حليتي الكابو كيبان لك راكب الطول ديالو، يعني البواط غادا نيشان عندك بحال داخله تحتك نتايا، هذاك اللي كيصوب تيكون فيها واحد الكاردات، هذوك الكاردات هما خصهم يتحيدوا. هنا الكارطه بطبيعه الحال كتكون غادا ديريكسيون غادا ديريكت البون اريير، البون اريير اللي تيكون لور خصك ضروري تحلها باش تقدر انت تهبط الموتور مع البواط فيتاس ديالو. اما في الحاله الا كان الموتور غادي جنب، يعني ضروري خصك تحل الكاردات القداميين باش كتحيد الكاردات، حيت الكاردات لاصقين في البواطه في البواط فيتاس، هذاك البواط فيتاس ضروري خصك تحيد لها الكاردات باش تقدر انت تهبط الموتور. هنا دايرين حتى البو دي شابون تاعو خصو يتحيد في دي حالات. هنا كندويو على لي ديكا اون جينيرال، حيت كل كا انت ملي غتكون ان شاء الله خدام غيبان لك كل حاجه كيشنو اللي غتقدر تحيد الا بغيتي انت تهبط الموتور، ولكن في هذه الحاله هذه كندويو على دي كا اون جينيرال. خصنا نحيدو البو دي شابون تاعو حيت هو تيكون لاصق في من بعد الكاتاليزور، يعني خصك تحيدو. قلنا غنحيدو الكاردات الا كان الموتور راكب جنب، يعني ترانسفيرسال العادي كتحيد ضروري الكاردات حيت هما اللي لاصقين في البواط فيتاس. هنا دايرين الشكل باش كتحيد الكاردة، كتحل الكرو هنا هي، كتحل الكرو كتحيد هاد الكرو، هذا تيكون فيه واحد الفران كتضربو باش كيواج باش يخلي لك الكرو ملي بغيتي تحلو يدور. صافي كدورو كتجي نتايا كتضرب الكاردة باش كتخرج كتحل البولونات ديال 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 الديسك
اولا ديال الفيزيك، هذا هو الفيزيك، كتضربو باش كتخرج الكاردة، من بعد كتحيد الكاردة من جهة البواط فيتاس. انت حليتيها من جهة الديسك، كيبقى باش جبدها من جهة البواط فيتاس، كيكون واحد الاكستراكتور هو هذا ديال الكاردات، او لا كيديرو بينسا كتخشيها هنا باش كتعوجها كتخرج لك الكارد. من بعد فاش درتي هادشي كامل، حليتي درتي الفيدونج ديال الماء التبريد، حيدتي لي كونيكتور بطبيعة الحال ديال الكابلاج وهداك الشي كامل، حليتي لي شابمون، حيدتي الكابل لي كابل لي غاديين لبواط فيتاس ديال لوفي د فيتاس، حيدتيه، حيدتي لي شابمون، حليتي الكاردات، حليتي الكريماير، صافي هنا كيبقى لك ان الموتور باش ديبوزي. كاينين في دي حالات خصك ضروري تحيد البارشوك، يعني تحيد لوبتيكات لي بارابول اولا لي بروجيكتور ديال الضو، تحيد البارشوك كامل، تحيد الرادياتور كامله باش انت تقدر تحيد اولا تجبد هذا الموتور. كتجيب هذيك ترونس باليت اللي فيها الرويد الباليت اولا كتسمى الجيراف، ملي تعرفوها الناس بالجيراف، كتفيكسي هذاك السنطة اولا السنسلة لاشين هادي، وكتجيب ترونس باليت وكتهز بها الموتور وكتحيد. هنا خص ترد البال، ملي كتحيد الموتور ضروري ترد البال، خص ماشي بوحدك اللي كتحيد الموتور، تيكونوا ثلاثة الناس باش واحد يجي يشوف لك هنا، واحد هنا، وواحد مقابل ترونس باليت باش كيهز الموتور، باش انت كتحيد وكتشوف باش ما تضربش، ماشي انت كتحيد الموتور وجار معاك شي دوريتا ولا جار معاك شي كابلي اولا تضرب لك الطوله اولا توشى لك الموتور مع الشاسي ديال اولا مع الكاروسي ديال الطوموبيل. خص ضروري ترد البال كتطلع الموتور دقه دقه، وكتكونفيرمي مع الناس اللي مقابلين لك الجناب ديال الموتور. من هنايا راه كيتحيد الموتور بالبواط فيتاس ديالو هنا، هذا هو الشكل اللي قلت لكم ان الموتور تيكون ترانسفيرسال، هو هذا تيكون الموتور راكب جنب البواطه حتى هي جنب. كاين اللي كيكون العكس، كيكون مقلوب، يعني الموتور تيولي يشوفك كل بواط فيتاس كاينه جايه الكونديكتور جهه الشيفر. هنا راه بصفه عامه هو هذا باش كيت، واخا كيكون غير بالشيما، ولكن راه طلع ما يتقال في هذا الشيء هذا، حيت قلت لكم في الاخر نصيفط لكم واحد اللينك كاين في اليوتيوب راه فيه داك كومون ديبوزي هاد الموتور ايطاب بار ايطاب. من بعد فاش حيدتي نتايا من الموتور، حيدتي الموتور بطبيعة الحال بالبواط فيتاس ديالو، انت كتجيب ديك الساعة كتوجد انت الطابلة باش فين كيفاش كتحط فيها هاد الموتور هذا باش تفرق البواط فيتاس مع الموتور، حيت انت غير هذاك الموتور مثلا انت حيدتي الموتور بغيتي باش تفرتكو تشوف راه واش فيه شي مشكل ولا بغيتي تعاودو ولا بغيتي دونك داكشي علاش حنا كنهبطو الموتور. وهنا فاش كنحطو الموتور كنردو البال الكارتير دويل، يعني باش ما ديفورماش هذاك الكارتير ديالها ولا ما تعواش، وكنهبطوه بشويه تاكي ستابيليزا فوق الطابله ديالو او لا فرض على حساب فين حطيتو. هاد من بعد فاش كنحطوه حنا وكنزكيوه خصنا نفرقوه ما بين الموتور والبوات فيتاس، يعني البوات فيتاس خصنا نحيدوها باش نقدروا حنا ندوزو العمليه باش نفرتكو هاد الموتور هذا ولا نديمونطيو. دونك كنحلو هذوك البرونات ديال الدوره ديال البواط فيتاس ياك، وكنجيب واحد الطورنافيس باش كنخشيو ما بين باش نفرقو ما بين البواط فيتاس والموتور بهذه الطريقه. هذه الطورنافيس بلات يكون كبير، كنخشيو كنبقاو نحركو حتى كنفرقو ما بين البواط فيتاس والموتور. طبيعي لان الموتور راه مشدود بالباليت بالسلسله، دونك ما عليك انت غير تشد البواطه وتجرب باش تفرق ما بين البواط فيتاس والموتور. هنا من بعد فاش كنفرقوا الموتور مع البواط فيتاس ديالو، كنحطوه في هاد كيتسمى البونك، هاد البونك ديال اغيفيزيون كتسمى بونك، هي هادي
بونك دو ريفيزيون على الهوريزونتال، هذه هي اللي كيركب فيها كركبوا فيها الموتور. وكان باش كنولي ممكن نتحكموا الموتور بطريقه سهله. دونك هذا هو باختصار الا بغيتو تهبطوا الموتور. غادي نعطيكم حتى واحد الفيديو كما قلت لكم كيشرح هذا ديال الميكانيسيان، تيبقى تيبدا كيوريكم كيفاش كي غير كتشوفوا كيفاش كيهبط الموتور. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، واخا تيكون مختصر ولكن كلشي عندكم في البوليكو كيبين لكم هذا الشيء كامل، قلنا بطريقه سهله. دونك تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. يلا السلام عليكم.